نقدر نعول على المنظمات الأممية بوقف إطلاق النار، ولا الضمير الدولي في ذمة الله؟ يعني هل في خطوة منظمة تقدر تقوم بيها منظمة العفو الدولية ويكون ليها صدى أكتر على أرض الواقع؟ لا، ما تتعشميش قوي في الكلام ده، لكن تقدري تقولي انك انت بتكسبي ارضيه تعاطف على النطاق الدولي والنطاق الاقليمي، لان لما يجي مفوض عام الانروا يتحدث بانه المواطن الفلسطيني بيستشعر بانه العالم تخلى عنه وخصوصا العرب والمسلمين، فانت بتتحدثي عن واقع دولي مهين للغايه. النهارده وامبارح بيتكلم المستشار الالماني وبيقول مش عايزين نوقف اطلاق النار عشان حماس ما تبداش تتعافى، وانت امام حاله عربيه واسلاميه مزريه للغايه. فالامل الوحيد هذه النداءات اللي بدات تخرج من ضمير انساني. اذا كنت بقى بتتكلمي عن المنظمات اللي انا اشرت معاك اليها، وهي منظمات معظمها بالمناسبة عامل وبيشتغل داخل قطاع غزة، وكثير من الاستغاثات خرجت من خلاله. ارجعي الى حديث المسؤولين عن اطباء بلا حدود او الصحة العالمية او اليونيسيف او الانروا او غيره من هذه المنظمات، الى حد كبير جدا ارسلت استغاثات بانه الاطفال والنساء تموت، وانه عمليات جراحيه هناك استهداف طواقمها هم بانفسهم كمان، هم عندهم يعني خسائر بشريه وكبيره جدا، يعني في الاطقم الطبيه العامله وفي الاطقم المساعده كمان والداعمه لاشقائنا في غزه. وصحيح، وده اللي خلى طبيب فلسطيني اسمه باسل مهدي قبل استشهاده مباشرة، والراجل بذل جهد كبير جدا داخل قطاع غزة وفي الكثير من المشافي، وهو يتحدث قبل استشهاده ما من أحد هيموت ناقص عمر، ولكن هناك أناس هيموتوا ناقص كرامة وناقص إنسانية وناقص مبدأ. خبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله ولا سامحكم الله. يعني الراجل يتحدث بمرارة عن واقع مؤلم داخل قطاع غزة، ناهيكي عن الكثير من المنظمات الدولية اللي بدأت تستشعر وتحيي ضميرها بدرجة كبيرة جدا. وحتى داخل إسرائيل، وما تتفاجئيش ان قنصل إسرائيل في نيويورك بيستقيل وبيقول انا ما عادش في امكاني ان انا استمر في تمثيل حكومة بهذا التطرف وبهذا الاجرام في الداخل الاسرائيلي في ظل هذا المواد وهذا التقاعس العربي والاسلامي. طيب استاذ مختار، حضرتك قلت ان هذه المنظمات نشأت في دول اوروبية وغربية وتتمتع بمصداقية في الشارع بالنسبة للمواطنين هناك، ماذا يمكن ان تفعل هذه المنظمات بموقفها في دعم المظاهرات التي تخرج في الشارع رفضا لما يفعله رؤساء هذه الدول، وزي ما حضرتك ذكرت بعض التصريحات اللي بترفض رفضا باتا لوقف اطلاق النار؟ يعني خلينا اقول لك، انت شوف الشارع الغربي والشارع الاوروبي شكله ايه وبيعمل ايه. يعني الشارع الغربي والشارع الاوروبي منتفض للغايه، وانا متصور انه بيلعب دور اساسي في توجهات حكومات الكثير جدا من دول العالم الغربي. الرئيس الفرنسي الذي اتى الى اسرائيل وتحدث عن تكوين تحالف دولي لمجابهه حماس على غرار داعش، النهارده بيتحدث انه ما تستهدفه اسرائيل من قتل للاطفال والنساء وللكبار امر غير لائق انسانيا، وده شكل من اشكال التحول. شفنا مسؤولين في بلجيكا بداوا يتحدثوا حديث منصف للغايه مع المقاومه الفلسطينيه ومع هذا الكفاح الفلسطيني. شفنا قبل كل ده أنطونيو غوتريتش السكرتير العام للأمم المتحدة وهو يتحدث أن ما فعلته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر لم يأتي من فراغ، وإنما لمظالم تاريخية تعدت 56 سنة. الشارع الغربي له تأثير، لأنك أنت تتحدث عن حكومات ديمقراطية، تأثير الشارع فيها يسقط حكومة ويأتي بحكومة أخرى. حتى في الداخل الإسرائيلي هناك قلق ورعب من نتنياهو وأعضاء حكومته من حساب عسير سوف يأتي إليهم بعد انتهاء هذه المعارك، وده سر هذا الطغيان الكبير اللي احنا بنشوفه من نتنياهو وساموتريتش وأيتمار بن غفير وأرئيه درعي وغالنت. هؤلاء المجرمين اللي بيرتكبوا جرائم
يشيب لها الولدان داخل قطاع غزة.